هذه مواجهة من نوع آخر، الخصم فيه هي الرمال المتحركة التي تهدد منطقة المغرس القريبة من مديرية التحيتة في محافظة الحديدة، معاناة تتكرر سنويا مع كثبان الرمال التي تسببت بتهجير قسري للكثير من الأهالي بعد تدميرها لمنازلهم، وما يزال خطرها يتهدد آخرين. معاناة إضافية تتسبب بها ظاهرة تصحر الأراضي جراء توقف الزراعة وغياب مشاريع التشجير من قبل الجهات المعنية في هيئة تطوير التهامة المنوط بها مكافحة التصحر في المحافظة التي توصف بسلة غذاء اليمن. الكارثة التي تمر بها المغرس ليست صحيا فقط وإنما حتى بيئيا، يعني هذه بيوت نزح بعض سكانها في الأسابيع الماضية، الآن مع بداية موسم الرياح احتمال ينزح عدد كبير من السكان، وذلك لانطمار منازلهم تحت الرمال. كذلك أنهم هذه الجهود الفردية لا تعني شيئا بالنسبة للزحف الصحراوي الذي تشاهدوه الآن، جهود فردية مضنية، طاقات، أطفال، نساء، الكل يعمل، لكن لم نستطع أن نحرك ساكنا في هذا الزحف. كل عام تتكرر مناشدات المواطنين في مثل هذا التوقيت ولا أحد يستمع إلى نداءاتهم، الطرق مقطوعة والوسائل الخدمية طمرتها الرمال، وتبقى هذه الجرافة وحيدة تقاوم تلال الرمال المتحركة تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تذهب القرية برمتها في جوف هذه الكثبان المتدافعة. تحتاج المغرس لمواجهة الرمال المتحركة بأكثر من طريقة، وليس فقط بإنقاذها من الطمر مؤقتا، ولكن بتشجير وتثبيت المشاتل وتعريش محيط المنطقة بالأشجار لتجنيبها خطر الاختفاء.